صدقيني يا أم الخير ما عندي. يعني معقولة يكون عندي وخبي عليكي؟ ها شفتي شلون؟ أنتي قلتيها بلسانك. يعني إذا إلك ما خدمتك، مين بدي أخدم لكان؟ ولا يهمك، بمجرد ما يتأمن شي بتصل فيكي فوراً. لك على راسي. أهلين أهلين أم الخير حبيبة قلبي. أهلين مع السلامة. يعطيك العافية أم رشيد. أهلين أبو رشيد، وينك غري قلبي عليك؟ إيش بدي ساوي؟ إجراءات لابد منها. طمني، مش الحال؟ مش الحال، بس بعد شو؟ بعد ما طالعوا روحي بالطول وبالعرض. لك ليش مصعبينك هالقد؟ مالهم بالعادة؟ لك إيش بيعرفني يا أم رشيد؟ روحي اسأليهم إلهم، مو تسأليني إلي. شو بيعرفني؟ يلي بقصده إنه نحن ما عم نستورد لا محظورات ولا ممنوعات. إيه عم نستورد أواعي بالي وحسب اللوائح والقانون، يعني ما عم ننط من فوق الأسطيح. صحيح، بس هنن بيخلوك تنطي فوق الأسطيح غصبا عنك. فصعّل القصة، يعني حدا بيصدق إنه صار لي 5 أشهر عم لاحق معاملة التخليص وما كانت تكمل معي؟ لا، والزبونات يا أبو رشيد بلشت تمل من كتر اعتذاراتي إلهم، وفي بعضهم عم يظن إني عم بكذب عليهم. وبتعرف أنت زبايننا كلهم تقال، ما بيعجبهم العجب ولا الصيام برجب. الله وكيلك، الست نبيلة وأم الخير وأم فادي ما بيطبلوا العيش إذا ما تصبحوا بصوتي كل يوم وعلى قولة. وصل شي ما وصل شي، فتحتوا بالة جديدة. هو الحق بإيدهم، لأنه الأواعي والتياب والسكربينات يلي منجيبها نحنا ما حدا بجيبها غيرنا. وهلأ قبل شوي شو بيقول لي المدير المعاون؟ قال لي وضروري تستورد بالات نخب ممتاز على حساب البالة إنه وجدت حتى الفقير يستر حاله. إيه، وشو قلت له أنت؟ شو بدي أقول له يعني؟ إذا كل واحد بدي فوت معه صد وآخد رد، بتعب راسي على الفاضي. ألو؟ ألو نعم؟ مين؟ أهلين وسهلين ست كوثر، شلون الصحة؟ الله يخليكي يا رب، الله يخليكي ويعافيكي. وشلون معلمنا؟ يا ستي الله يقويه ويخلي لنا إياه. لا والله يا ست كوثر ما في شي جديد. ايه بس يوم السبت ان شاء الله، ايه رح تجينا بالي ظريفه، ايه باذن الله. لا لا اكيد. يا اهلا وسهلا، يا ميت مرحبا، الله يخليكي ويسلمك. اهلا وسهلا ومرحبا، شرفتي ست كوثر، الله معك. كوثر عبد ربه مو هيك؟ ايه نعم يا ستي، المسكينه رح ينطف قلبها، قال بدها شي صرعه اورجينال الها ولبناتها. هلا اكيد رح يسلموك البضاعه يوم السبت. ايه ايه اكيد مشي الحال. اخرت حدا؟ شو ها؟ يعني دفعت إكراميات؟ إيه ليش في شيء بيمشي بدون إكرامية؟ لمين دفعتها؟ لك شو بدك بهالقصة هلا يا أم رشيد؟ يعني اللي أخذ منك وظيفته كبيرة ولا صغيرة؟ يا ستي عطيت الكبير والصغير والمقمط بسرير، ولو ما عملت هيك ما منستلم البضاعة ولا بسنة، أو ممكن ما يوافقوا على إدخالها وتعفن وياكلها العتب المستودعات. ست أم رشيد ممكن أقيس هالفستان؟ طبعاً تفضلي خدي راحتك. وين غرفة القياس؟ هون على اليمين. إنه ليش عم يصعبوها كل هالقد؟ لعبة كبيرة من التجار الكبار. هلأ البالي بدها تضارب على التجار. مو مسألة الضارب، هي لا بتضارب ولا شيء، بس التجار الكبار كلمتهم مسموعة عند المسؤولين. شي بيقولولن البالي بتأثر على الصناعة الوطنية ولازم نحميها. شي بيقولولن أواعي البالة بتجيب أمراض، مع أنه البالات اللي عم تجينا معالجة ومعفرة بالكيميائيات والمواد الحافظة، وكل شهادة مرفقة مع البالة هالقد أدى من منظمات الصحة الأجنبية. حلو هالفستان يا أم رشيد، يعني بدك إياه؟ إيه بس ما يكون سعره غالي. قد إيه سعره بالله؟ يلا مشانك ب800 ليرة. يو شو 800 ليرة؟ شو أنا شاريته من شارع الحمراء؟ ليش بتلاقي منه بشارع الحمراء؟ حبيبتي هذا أجنبي، بعدين هاي الموديلات ما في عنا منها بالبلد. حاجته 700 ليرة، ما رح أعطيك فوقهم ولا قرش. ماشي الحال، يلا ما رح أخجلك، تكرم عينك، هاتي لف لك إياه، هات كيس أبو رشيد. مبروك، تفضل. تفضل مدام، مبروك إن شاء الله. الله يبارك فيكم. شكرا. اهلين، شرفتي مدام، اهلا وسهلا. يا اهلين. مرحبا ابو رشيد، انا نبيله. اهلين فيك عيني. اهلين. بدي اسالك
شو صار معكم مشان المانتو؟ لا لا جلد ما بدي، بدي فرو أو سمور أو فيزون. عن جد؟ يعني أخيرا وصلت؟ لا هيك المسألة صار بدها زلغوطة. على كل حال أنا بيجي لعندكم لحتى أشوفه، بس الله يخليك يا أبو رشيد، بتعرفني أنا ما بحب الزحمة وما بحب الناس الغربة، إمتى بيكون المحل فاضي لحتى أجي؟ أوكي كتير حلو، يوم السبت الساعة 10:30 بكون عندكم. أوكي باي باي. سمعتي بلك ميساء؟ قال أبو رشيد جايب مانتو فيزون بيمزع العقل. أهلاً وسهلا ست نبيلة. يا أهلا وسهلا، مرحبا، صباح النور. أهلين فيك، جيت على الوقت لا تقولوا تأخرت. لا لا ما تأخرتي ولا شيء. أم رشيد أهلين. أهلين وسهلين ست نبيلة، شرفتي. أهلين فيك. إيه ستي من أولها أولا فنجان قهوة إلك. طيب أوكي ما في مانع، أبو رشيد فنجان قهوة لو سمحت. على عيوني وراسي، تكرم عيونك. ناس كافيه ولا قهوة؟ لا قهوة. مق ولا بالفنجان؟ بالفنجان ما في وقت. إيه على عيوني وراسي، تكرم عيونك. كيف الصحة؟ ماشي الحال. تفضل يا ستي، إن شاء الله صحة وهنا. شكراً شكراً. هاتوا لشوف شو جايبيننا. ها ها يا ستي، أنتي حظك من السماء. أوف ليش بقى؟ لأنه طلبك تأمن مثل ما بتريدي وأكتر. أنت عرفت شو طلبي؟ ولو يا مدام، ما طفيزون إذا ما خاب ظني. اتفضلي لجوا لكان لورجيك إياه، تفضلي. أنتي تفضلي شوفي لي هالشوفة، شوفي هالشوفة وبعدين أحكي. انتي بس شوفي لي هالشوفه، شوفي هالشوفه مع احلاها. بسم الله. شايفه هالشوفه؟ ياي شوفي. يا الله ما احلاها فعلا. هذا هو طلبي فعلا فعلا، يعني كثير فانتاستيك. تحبي اي سكيا؟ طبعا. ما بدها سؤال المسألة. تفضلي تفضلي معي، تفضلي ست نبيلة. اوكي تفضلي تفضلي شوفي على الرأي ست نبيلة. شو؟ شلون شايفتي؟ كتير حلو، يا الله ما أحلى. هو العادة مدام نبيلة مناطي الفيزون بتسمن، بس ما شاء الله كان عليكي، جسمك شو لبيز، والله طلعتي فيه مثل الأميرات الروسيات. فعلاً بيهوس، بيعقد، يعني مو معقول شو حلو. لا وخاصة لون، بتعرفي أم رشيد أنا بموت بهيك ألوان. والله أبو رشيد بمجرد ما فتح البالة ولقاه على الوش قال لي خلص هاد للست نبيلة ما في كلام. وبتعرفي مدام نبيلة البالات لما بتنفتح بيكون حاطين على وشها كم قطعة مو ملبوسين منوب جداد. حتى أم رشيد هي بوش عم بحكي، ها حطت عينها عليه. بس أنا قلت لا 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 لا، ولو صفي مع جنب، نحن واعدين نبيلة خانم ووعد الحر دين. ميرسي، هذا من ذوقك أبو رشيد. ربح؟ ما رح نربح على الخانم يا أم رشيد، معاذ الله. يا ستي هذا سعره 35,000. واو 35,000 ومن البالة؟ صحيح هو اسمه بالي مدام، بس شوفت عينك جديد، يعني ما في قطعة تانية مثله بالبلد، هي ميزته. هو من أرضه غالي ست نبيلة، مو هيك أبو رشيد؟ إيه طبعاً، لأنه بتعرفي مدام نبيلة حيوان الفيزون حيوان نادر وممنوع صيده، هو والمورة والفهودة خشية الانقراض. بعدين شو حجم الفيزون فكريك؟ شو حجمه؟ كله هيك قد القطل الصغيرة، فتصوري كم حيوان لابسة حضرتك هلا. ما اختلفنا، بس يعني والله غالي 35,000. It's too expensive. والله يا ست نبيلة خانم مو غالي، صدقيني بعت جاكيت جلد عادي شغل تركيا ب 38,000 ليرة، بقى شلون فيزون؟ ايه بتفرق يعني. بتعرفي قديش سعره لو كان معروض بالواجهات بشي محل راقي؟ قديش يعني؟ مو أقل من 300,000 ليرة ولا بشكل. معقولة؟ لك يا مدام فيزون هاد فيزون. طيب طيب أبو رشيد أوكي ماشي الحال. هاتي لحط لك اياه بالكيس. ما في داعي معي سيارة.
عدل لي هدول لو سمحت. تكرمي. وجيني. بسم الله الرحمن الرحيم. لا لا ما في شيء. لليرة والله. حاضري مدام. هاي 35,000 وهدول الزايدين إليك. ميرسي إلك. ألف مبروك إن شاء الله. إن شاء الله بالهنا. ميرسي. تعا يا زياد. حاضر معلمي. الله يرضى عليك، خذ هالمانتو ووصل لها للمدام على السيارة بسرعة. على عيني. يلا أربوار. الله معك مدام، مع السلامة، تهريب الهنا إن شاء الله. اهلا وسهلا، ايه ناطرينكم؟ اهلا وسهلا، مع السلامة. حلو، صباح الخير. اهلين اهلين وسهلين ام فادية، مرحبا. بهالعين، أنا مواعيدي دقيقة مثل ساعة الإذاعة. إي صحيح طبعاً. شلون صحتك ست ام فادية؟ الحمد لله، عم نسكش تسكيش. وين السكربينات الجداد اللي قلت لي عليهم؟ ليكن قدامك عرفت، تفضلي شو فيهم مدام. يا اهلا وسهلا، أما شو سكربينات؟ بيطيروا ضبنات العقل، وبصراحة أنا ما كنت متوقع أحصل على هيك سكربينات أبداً. شو قلت لحالي؟ رح لاقي بهالبالات اسكربينات مثل اللي منلاقيهم عادة، بس ظنوني كلها تخابت وتوقعاتي ذهبت فالصو. هاي اسكربينات قدامك مدام. شو ها؟ يا سلام، هاي هي الأنواع اللي بحبها أنا. لا هالمرة بيضت وشك تمام. هي مريحة كثير ولونها غريب. أنا بموت بكل شيء الناس مو متعودة تشوف منه، يعني لو درت الشام كلها ودورت على سكربينة مثل هي ما رح ألاقي مثل نمرتها. بعدين دائما بيقولوا لي أنت ذوقك عجيب. على كل حال ظريفة، اعتبريني أخذتها. طب لي إياها على جنب. هو صحيح موديلها ولونها حلوين، بس الأصل والأساس هو الغالب يا أم فادي. يعني لو بتمشي فيها من هون لدرعا على التراب وعلى البحص ما بتوجعك رجلك على الإطلاق. أما سكربيناتنا يعني العفو منك، إذا الوحدة لبستها وراحت فيها زيارة من بيتها لبيت الجيران بترجعوا رجليها مفقفلة. غير هيك وهيك، شوفي متانة الجلد، يعني نحن معودين نلبس سكربينة ونمشي، أما يا هل ترى هل هي جلد غزال، جلد بقرة، جلد تيس، جلد حمار؟ ما حدا بيعرف، ما تعودنا نسأل أصلا. ليش هي جلد؟ شو جلد ضفادع ولا جلد عصافير؟ فصاحة شو دمي خفيف يا مدام. لا مدام، هي جلد جمل أسترالي بسنامين. وليش بقى بسنامين؟ لكل فردة سنام. طيب وهي؟ قيسيها بالأول. مو بطالة، حلوة. جلد شو هي؟ جلد حية ولا جلد عقرب؟ أنا جاي على بالي البس جلد عقرب، حاكم أنا بحب كل شيء غريب. وأنتي صادقة، العقرب ما بيعملوا من جلده سكربينات. ليش بقى؟ القريضة تقرضون، الناس وصلت للقمر. ما في جلد عقرب يا مداهم، الله يخلينا ياكي. مشان التوفير يعني؟ ما بيعرفوا إنه في ناس مستعدة تدفع؟ وخليها سكربينة الوحدة تستهلك 50 عقرب، شو عليه؟ يا مدام العقرب بيستفيدوا من سمه بالعقاقير بالأدوية، أما جلده فما بعتقد يستفيدوا منه منوب. أبو رشيد لا تقلي ولا بقلك، أنا دايرة بلاد وشايفة عباد، يعني من جلد الناموس عم يعملوا دربكات إذا ما بتعرفوا. لك مو مثل حكايتنا، نحنا ناس عم تشتغل، نحنا بس شاطرين نشوف شو عم يشتغلوا وشو عم يعملوا وشو لبسوا وشو شلحوا. معك حق. طيب المهم مدام، شو رأيك بهالسكربينة هاي؟ ما عجبتني، هاتولي غيرها.
تفضلي مدام. يا سلام، ممتازة. وهي كمان أخذتها. قديش حق تنتين؟ 4000 ليرة مدام. إيه مو كتير. أنا بدفع ما فوقي وما تحتي لحتى ألبس وحس حالي لابسة. ليش في ناس بتلبس وبتحس حالها شالحة؟ تفضلي. معوضين. يسلم والدين. بعتولي ياهم إذا سمحتوا على السيارة، وعطول الولد بخشيش لأنه أنا ما معي فرايط. لا سلامة خيرك أم فادي. أهلا وسهلا فيكي. يلا يا جماعة، جود مورنينج. جود مورنينج. الله معك، مع السلامة. صحيح، قبل ما أنسى، أنا لازمني مانتو فيزون. إذا حواليكم، حواليكم مانتو فيزون يا ترى؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. ليش بقى؟ يعني أنا عم عاجزكم معاجزة لا سمح الله؟ مو هذا القصد، بس هلا قبل شوي بعنا مانتو فيزون ما إجانا مثله من 10 سنين. هلا ها؟ قبل ما تجي حضرتك من الساعة. يلعن حظي شو مسخم. يعني ضروري أنا الثانية أنضرب على قلبي وأسمع كلمته وأقعد أشرب معه فنجان قهوة قبل ما أطلع من البيت؟ فعلا لو أجيتي وشربتي القهوة عنا كان طلع المانتو من نصيبك. يا سيدي الله يهني اللي اشتريته. شو هالدعوة أنت الثانية؟ يعني هي الله يهنيها وأنا الله يكدرني؟ عكيت مدامتي لا سمح الله. شو لازم كانت تقول؟ إيمنا من هالسخافات هلا. على فكرة أنت اليوم تعليقاتك مو عاجبتني منوب يا أبو رشيد. ليش يا مدام ليش؟ يطول لي عمرك ليش؟ أسأت التصرف لا سمح الله. مو مهم، بس اللي زعجني منكم أنتوا اثنين إنه خليتوني على الفضلة. كان لازم تخبروني إلي أول وحدة، تقولوا لي إجانا فيزون يا أنفادي. والله هي معك حق فيها، لأنه فعلا أنت أبدا من كل الناس. شو الحكي؟ هالمرة سمح، تاني مرة بتخبروني إلي قبل كل الناس، مفهوم؟ مفهوم مفهوم. صباح الخير. صباح الخير، أهلي مدام نبيلة. شو أبو الخير، خلص المانتو؟ إيه خلص، ليش عزفتي حالي؟ كنت بعت لك إياه على البيت مع الولاد. ولا يهمك، مو مشكلة. تفضل. شلون إن شاء الله عجبك؟ الله يعطيك العافية، very nice. بس قبل ما أنسى، البطانة من جوا مبخوشة بخش صغير بلا معنى، من ناحية كم اليمين. شو هالحكي؟ معقولة؟ مثل ما عم قلك، الله وكيلك هذا اللي شفته. طيب أوكي، أنا بتصرف. دخيلك مدام، أنا بعمري ما نزعت لك غراب. مو معك رح أتصرف أنت التاني، شبك؟ الله معك مدام، مع السلامة. يكون يعني بالهفا. خير في شيء؟ ليه طالع خلقك هيك؟ ليه مستعجل وقف لقلك. وشو هذا اللي جبتيه؟ المانتو؟ اي نعم، مو عاجبني بدي رجعه. ليه؟ مع اساس كان طاير عقلك فيه. مزبوط، بس طلع مضروب. أريد تقرضه شو بيضل خطه مشغول. هيك شي. لك يا امي الفيزون مو ليلي من عمرك، انت لساتك صغيره. قومي لشوفي على القبطه. يلا بتجربه بس ماما. ولك اتركيه من ايديك اللي كله وسخ. روحي غسلي ايديكي. غسلتي ايديكي قبل ما تجربي؟ روحي مرشي، روحي مرشي عوام بسرعه. شو
الو مين؟ ابو رشيد؟ اهلين مدام نبيلة. هيك يا منظوم؟ هيك بتبيع اني مانطو مضروب؟ اعوذ بالله، شو الحكي؟ مثل ما عم اقلك، في بخواش ناحي الكم جوات البطاني. والله ما انتبهت على الشغله، اعذريني مشان الله. وشو ما بتريدي انا حاضر. ابو رشيد انا بصراحه بدي رجعه لانه قلبي نأذني منه. بدها ترجع المانطو؟ خليها ترجعه، لا ترك عليها كثير، بنبيعه لانفادي. الو ابو رشيد، انت لساتك معي على الخط؟ ايه 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 معك انا. مثل ما بتريدي يا ستي، انا حاضر ومصاريكي جاهزه. ودخيلك يا مدام مشان الله، مشان سمعت المحل يعني، انا متاسف كثير. اوكي هلا ببعث لك حدا يودي لك اياه. انت فاتح؟ ايه ايه فاتح، وراح اعطي المصاري للزلمه اللي راح تبعتي معه المانطو. بس مشان الله بكرر اسفي، يعني ما في بالعاده تحدث معنا هيك امور، ما لنا حظ نخدمك. المره الجايه ان شاء الله. ماشي الحال مدام نبيله، الله يطول عمرك، مع السلامه يا ستي. يا سيدي وخليها ترجعوا، شو هالشغله المهمه؟ ليك انفادي جاهزه، انا متاكده انه راح يطير عقله لما بتشوفه. صحيح، والمخلوقه دفيعه، يعني بنقدر ناخذ منها يلي بدنا اياه وحبه مسك. لكن راح اتصل فيه على الحارك. ايه عظيم، بيكون احسن. الو مرحبا انفادي، اهلين، انا ام رشيد، اهلين فيكي يا ستي. اجتمعت لك بمانتو فيزون، لا صار ولا رح يصير. ما قلت لك نحن بالخدمه؟ ايوه بدك تجي فورا. اهلا وسهلا، بانتظارك. اهلين اهلين. بشير يا بشير. نعم خالة. طلع لعندي شوي. مري خانو. الله يرضى عليك يا بشير، بتروح لعند ابو رشيد تبع البالة وبتودي له المانطو. اما شو شوفي يا مدام، عم اقول لك شوفي شوفي. الحشي على كتافي قوام ابو رشيد. شلون شايفة؟ خلاب، فتان، باهر، هذا هو. قد ايه سعره؟ هذا يا مدام سعره بعد الخصم والمراعاة 55,000 ليرة، لأنه لو ما كان بالي كان على القليلة سعره 500,000. هلا جوزي بده ينفلش إذا عرف قد ايه سعره، بس ينفلش شو أعمل له؟ ليش هو يتجوز مرة مزوقة؟ يعني قدرت أفهم ذوقك مدام، عجبك؟ فانتاستاك. شو هاد؟ فانتاستيك قصدها، تركيها. بتحبي لف لك يا ست انفادي؟ لا لا ست ام رشيد، خليه هيك على كتافي، خليه لابسته. بس عدم مؤاخذه مدام، الدنيا برا عز دين الظهر، شوب كثير حمى. معلش انا سيارتي مكندشه. اترك على راحتها ابو رشيد. اي ضروري ضروري. الف مبروك يا مدام. الله يبارك فيك، تفضلي. تفضلوا. شكرا. عفوا عفوا. باي. مبروك. باي مدام، الله معك، مع السلامة. أحبك ليه يا عمري، سؤال يدور في صدري، صرت دمي الذي يجري. ويلي ويلي ويلي. ميساء يا ميساء. نعم ماما. ماما شفتيلي وين طول الماس؟ أنا؟ لا ما شفته. غريبة، وين حطيته أنا؟ والله بتذكر حطيته هون بالدرج. دوري معي ماما دوري. شو هاد؟ شغلة بتحط العقل بالكف. وين حاططه يا ترى؟ ماما ميساء أنت شفتيني وين حطيته؟ أنا؟ لا. آخر مرة لبسته فيها كان بحفلة ببيت الأسطواني، بعدين شلحته ورجعته لمطرحه على الدرج. ماما ميساء تذكري معي، وين ممكن يروح؟ تذكرت وينه. وينه؟ بس ما بيطلع خلقك عليه؟ عايرتي لحدا من ورا ظهري مو هيك؟ أعوذ بالله، أنا ما بعير غراضك من ورا ظهرك. لكن وينه؟ نطفتي لي قلبي ميساء. غالي ماما مو هيك؟ لا مو غالي، لأنه مو ألماس حقيقي،
بس انا حبيت احطه على هذا الفستان لانه بيلبق له كثير. يعني حقه محرز ولا مو محرز؟ لك وينه قولي وخلصيني، بدك تضربي انت وحقه. طيب تتذكري المانتو اللي جبتيه من عند الزلمه؟ ايه كنت عم قيسه، عم حبيت لبق له الطوق، بس وقت فتي عم خفت تخانقيني، عم خبيته بالجيبه، بس نسيت املك يا. الله يصلحك يا ميساء. لك ماما شلون صار معك هيك؟ ايه مو مشكله، اسالي البياع اللي جبتيه من عنده. اسال البياع؟ طيب انا بورجيك يا ميساء. الو ابو رشيد، انا مدام نبيله. بدي اسالك، المانتو اللي رجعت لك اياه نسياني بقلبه طوق زيركون ملمس. الله يرضى عليك، ممكن تشوف لي اياه؟ والله يا مدام نبيله المانتو انباع. اي والله، لانه بتعرفي هيك قطعه نادره ما بتضل عنا بالمحل. لمين انباع ممكن اعرف؟ اسف يا مدام ما بقدر اقول لك منو. لا ما بقدر، شلون يعني؟ يعني هي اسرار المهنه. امنتوا بالله على هالليله كمان البالي فيها اسرار؟ ولو انت ست العارفين. اهلين مدام نبيله، اهلين وسهلين ومرحبتين. الله معك يا ستي، الله معك. ما اجاكي بنت قبل منه؟ لا هاني هو بكري. ايوه يعني جواسيه للبنت؟ لا لساتها صغيره. ايوه إيه الله يفرحك فيه ان شاء الله، وان شاء الله عقبال هي سيستر. نعم عم بقول يعني عقبال عند اخته ان شاء الله بتفرحي فيها. انا مو قضيت اجازتي بلندن 15 يوم فالانجليزي لسه اخذ على لساني. إيه الحق معك يا لطيف يا لطيف. ببريطانيا شوفي شغلات حلوه، شغلات كثير كثير حلوه يا لطيف. وهالمانتو اخذتيه من هنيك؟ لا يعتبريني، هذا المانتو اجاني هديه من روسيا، ومعلومك روسيا بلد الفرو والدبب. ليش هذا فرو دب؟ ولو ام هاني انت كلك نظر، هذا فيزون حلو كتير ان شاء الله بتتهني فيه. شايفه ما احلى، والله الواحد يعني بيخجل من الناس اللي بيهدوه هيك هدايا. يعني المخلوقه اللي هدتني اياه شو الله جابرها لحتى تحط هيك مبلغ؟ لو ما كانت بتحبني. غزيت العين حولك، محبوبة من الجميع. لأنه تو اكسبنسيف. إن شاء الله بتهري بالهنا. لا أنا ما بهري شي منوب، أنا كتير متقني على ملابسي، وخصوصا الملابس يلي سعرها المبلغ المرقوم. وأنا هذا الفستان إجاني هدية من فرنسا. فرنسا؟ ورجيني. لا هيئته مو مبين عليه من فرنسا. لا يوم من فرنسا. مساء الخير يا حلوين. هاي منيرة. بونسوار مدام اسمان. اهلين الف مبروك بكتاب ابنك. الله يبارك فيكي، تعالي بيناتنا. كل المطارح خير وبركة. بونسوار ام فادي. اهلين نبيلة خانم. كيفك؟ هي ما يبلى ما يبلى، كثير كثير حلو هذا المانتو كثير. حاجة بقى يا جماعة، والله صرت استحي انا. يبي شو؟ يعني شوي تانية رح يصير الفيزون تبعي حديث السهرة. اي وصير شو عليه بيستاهل كثير حلو مو هيك؟ شبكي نبيلة خانم، حاجة تشدي شو بدها؟ رح اقوم اشلحه، عدم مؤاخذة مو منشان شي يعني، بس خايفة حدا يكون ايدي زفرة ويلحمس عليه، قوم أمل بعدين. عفوا تقبريني، ما بقصدك أنت، أنا عم بحكي جنرال. مفادي خليني ساعدك وعلقلك يا اوكي. خلي عنك حبيبتي، انا بعلقه لا تعذبي حالك. لا معلش انا قصدي ما تعذبي حالك، لانه اصلا يعني انا رايحه على التواليت. معلش خليني انا اعلقه. مو مشكله يا ام هاني، خلص انا بطريقي، لا تعملوا قضيه. يا عبي شو منك يا نبيله خانم. شبك يا مفادي، ليش عيونك شايحه ومكركبه؟ لا ما في شيء، بس يعني خايفة تعلقوا تعليقة غلط وتقوم تشلف أبته. لا ما تخافي. كمل
عشتك يا قصة يا حرامية يلي ما فيك جنس الخجل. ولك انت الحرامية وستين حرامية كمان مو انا. عرفي شو عم تحكي احسن لك ها؟ قسما بالله بتليفون صغير لجوزي بخلي حطك بالحبس وانت بتعرفي مكانة جوزي بالدولة شو هي. يا ستي تشربنا منك ومن جوزك كمان. يا عيب الشوم عليك يا حرامية، وصلت فيك المواصيل انك تمدي ايدك على جيبتي وتسرقيني؟ انفادي احترمي حالك ها، انا ما عم بسرقك، انا بس عم فتش بالجيوب. بالله؟ وليش عم تمدي ايدك وتفتشي بجيوبي مو مشان تسرقيني؟ شو في يا جماعه خير شو بكم؟ زبونه العوافي مادة ايدها على كبودي وعم تسرقني، شفتها بعيني بالجرم المشهود، اصلا انا شكني قلبي من وقت ما اخذت المنظر طلعت في ركض. مزبوط هالحكي يا نبيله؟ مزبوط مهني. شفتي شلون؟ شفتي شلون عم تعترف بلسانها؟ وين التليفون؟ اعطوني التليفون لحتى اخبر جوزي، مشان لحتى يبعث لي عناصره، اصلا هلا بيجوا عناصره لجوزي وبيقولوا لي امرك معلمتي. طولي بالك انفادي، مشان الله طولي بالك، عندي مباركة انا، يعني بعدين وحده تعملوا لي فضايح وتنزعوا المباركة. بس بدي افهم ليش ما تايدك على المنطو عم تنبشيني اه؟ لا خلص بقى، لسه مثل الردادة والنواحة، اعطيني فرصة لاحكي بس. هاتي لشوف، تفضلي احكي. يا جماعة، الشغلة وما فيها اني اشتريت هالمانطو من البالة من عند ابو رشيد، ولما رجعت على البيت لقيت انه البطانة من جوا محروقة بالسيجارة، قمت رجعت له اياه، قام هو رجع لي المصاري الزلمة. من عند ابو رشيد؟ كذابة، علاكي لا تصدقوها. مين هذا ابو رشيد اصلا؟ انا ما بعرفه. اصلا هيك محلات ما بيروحوا الا الشراشيح والمعترين، اهلا ابو رشيد. طولي بالك يا انفادي، لا تكبري الموضوع، اتركي نبيلة تكمل. ايه بعدين؟ يلي صار اني نسيت بجيبته طوق الالماس تبعي، وبعدين ما عاد صح لي انه انت خرج طوق الماس. اوشك مثل فطنجرة نحاس. انفادي اعملي معروف لا تضوجي، تسمحي لي فتش جيوبه؟ تفضلي ست ام هاني فتشي فيه قد ما بدك. قال طوق الماس قال، لا بقى لشوحة مرجوحة ولا ابو بريس بقاب. من جوا من جوا ما في شي نبيلة. شفتي شلون؟ الحق الكذاب لورا الباب. هاني ممكن استخدم التليفون؟ تفضلي خدي راحتك. الو مساء الخير. ام رشيد بدك تيجي ضروري لبيت ام هاني. طيب طيب ولا يهمك، يلا مسافه الطريق وبكون عندك. فظاعة يا جماعة، أنا قديش شايفة ناس وعالم وأمم مثل هالمخلوقة هاي ما شفت ولا عيني رأت. كذابة، حرامية، منافقة، ما بتعرف إنه الناس إلها مقامات؟ طولي بالك أنفادي، إن شاء الله ما بصير إلا الخير. مرحبا يا جماعة. مين هي ام رشيد؟ مش بعرف مين. مرحبا منيرة خانم. نعم عم نقول مرحبا. شبنا هلأ ما عدتي تعرفيني؟ أهلين أهلين. خير شو القصة نبيلة خانم؟ ام رشيد أنا ما اشتريت من عندك هذا المانطو. لا لا تغلطي وعك، أنا ما بشتري ملابسي من عند هيك ناس شراشيح. أنا شرشوحة؟ مبلا يا ست نبيلة، اشتريتي من عندي هذا المانطو وما رجعت لك يا؟ صحيح، ورجعت لك حقه 35,000 ليرة. ايه، وليش رجعت لك يا أنا؟ لأنه محروق بالسيجارة من بطانته. بقى اللي صار انه لمن انا جبته على البيت بنتي ميساء حبت تقيسه ولبقت له طوق من اطواق الالماس تبعي، والجدبه نسيت الطوق بجيبه المانتو، وحضرتك رحتي بعتيها يا لانفادي ومانك عارفانه شو بجيبته. صحيح، لانه بعد 10 دقائق اجت انفادي واخذته. لا مو صحيح الكلام بنوب، شو التخبيث هاد؟ ولك انا ام رشيد يا انفادي شبنا. أنا لا بعرفك ولا بتعرفيني ولا حتى بدي أتعرف عليكي. قسماً بالله إذا جوزي ديري بهالموضوع لحتى فوراً يبعت عناصره. جوزي ما معه مسخرة، أنا من شان موضوع أقل من هيك جوزي بعت لي 5 عناصر. عنصر ينطح عنصر.
ماشي الحال. هاتي هالمانطو لإلك. تفضلي، هذا هو الطوق؟ هذا هو. يسلموا ايديك يا ام رشيد. شفتي شلون يا ام فادي؟ المخلوقه معها حق، طلع الطوق بقلب المانطو. حاجه بقى ام هاني، لا تنرفزيني، كلمه ثانيه بخلي جوزي يبعت على نصره. يا عيب الشوم منك يا ام رشيد، لبكناكي بهالليل. ولو نبي لخانم، ايه بدي خدمه تحرز. يلا خاطركم يا جماعه. شو وين رايحه ام رشيد؟ ما بيصير. طولي بالك ام رشيد، بدي ذوقك بوز الدامر. معلش مستعجله. على فكره فستانك كتير 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 لابق لك يا ام هاني، شفتي شلون انا بختار لك يلي بيناسبك؟ يو هلا هذا الفستان اللي لابسته ام هاني من عندك ام رشيد؟ طبعا، ليش وين بدك تلاقي هيك فستان؟ شو بكون ساكتين يا جماعه؟ طلعي برا ولا طلعي احسن ما خلي جوزي يبعت عناصره هلا. ها وليش استحيتي كل هالقد فادي؟ ما بدها حياة المساله. على فكره كلهم بيلبسوا من عندي. يعطيك العافية. الله يعافيك. أهلين حسن. شو جايب معك؟ انزلت على الحريقة، جبت لك مشمعات الطاولة والألبسة الداخلية يلي وصلتيني عليهم. الله يسلم هديات إلهي، حطهم عندك هلا بس أضبط شوفهم. ماشي الحال، بتعملي لنا فنجان قهوة من تحت دياتك؟ إيه مو على عيني. أعمل لك قهوة ولا توت شامي؟ والله التوت الشامي أرطب بهالطقس، يا ريت. إيه مو على راسي. صحيح قبل ما انسى، خبرك اخوك اكرم شي 3 مرات. خير، ما قالك شو بده؟ ايه قال بده اياك مشان تروح انت وياه تشقوا على قريبكم الحاج ابو خالد. اوهو علينا هلا هي شغله. ايه ستي، لا بدي روح ولا بدي اجي، لا بدي شق عليه ولا شق عليه، ولا بدي هالشوفه كلياتها على بعضها. ايه بس ما بصير هيك يا حسان، هذا قريبكم وعلى هوا ما فهمت من اخوك انه الزلمه مصبح ممسي والمرض تقلان عليه كثير. يا ستي الله لا يمرضنا ولا يوجعنا، والله يعافيه ويحسن اليه يا رب. يعني ما بدك تروح؟ لا يا ستي مالي رايح. ما بصير تقصر هيك يا حسان، الزلمه قريبكم والناس كلها راح تشقت عليه. هدول مصلحجيه، يعني يا بيكون له عندهم مصاري يا اما بدهم يدينوا منه مصاري. إيه ليش نحن ما ديننا منه مصاري لما دفعنا للجمعيه السكنيه؟ ام بلا تنذكر وما تنعاد. ادينا منه 100,000، دفعنا ياهن المنظوم قرايبنا الحج ابو خالد 150,000 بظرف سنه. يا الله لا يشبعوا يا حق. هدول اكيد هلا بدهم يصيروا ببطنه زفت ونار وحجار. لا ودينتنا ما بينحكى فيها قدام المبالغ الكبيره يلي بيدينوها الناس منه. ريتوا ربي هيك من عالي سما. ولك حاجه تدعي على الزلمه رح يصير بديار الحق ولسه نازل فيه دعاوي. مو بس انا بدعي عليه، كل واحد استوطى حيطه واخذ منه ربا وفايز بده يدعي عليه، لانه مال الحرام الله بعد اسمه ما بحبه. هذا اكيد اخوك اكرم. الو الو. نعم اهلين اكرم. اهلا وسهلا. الحمد لله يا سيدي مشتاقين. ايه شلونك انت؟ الله يخليك، عظيم الحمد لله. الشكر لك يا رب العالمين. نعم؟ يا اكرم صدقني انا ما بحب هيك روحات. لك يا اخي قرايبنا صحيح بس كانه لك. لا يا سيدي ما حزرت، هذا ماله قرايب غير المصاري. إلا كان وانا لك حبيبي فهمني مشان الله. مو قصه انا بحاسبه، استغفر الله رب العالمين، رب العالمين بيحاسب الجميع، بس والله يا اكرم انت الك. طيب طيب يا سيدي لا تزعل ولا على بالك.
بعد ساعة بكون عندك. ايه خلاص، امري لله، ماشي الحال، الله معك. ايش بدي ساوي؟ بدي سايره اخي هاد بيزعل بعدين. ايه ستي، وين التوت الشامي؟ ايه مو على عيني، نعيوني التنتين. طمنا دكتور. الحقيقة ما في أمل، القلب عم يقطش والكلاوي بلشت توقف. يعني برأيك دكتور في داعي ناخده على المستشفى؟ ما في داعي تاخده، صرتوا ياخذونه شي 100 مرة وما قدروا يعملوا شي، لأنه هنيك عملوا اللي عليهم والباقي على رب العالمين. تفضل دكتور. يلا. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. ها فتح عيونه. بجوز مشاننا المرض، ما في شماتة، ما في شمتان. خير بابا، تريد شي؟ هدول ناقصين، وين مفتاح مستودع الزيت؟ فهمت عليك بابا، فهمت، بس انت لا تجد لي نفسك. ومشان مفتاح مستودع الزيت اخذوا اخي عماد مشان يورجي الزيتات للتاجر الاردني، مو انت تعطيها بنفسك. وامتى امتى بيجي؟ هلا بيجي بابا، لا تخاف، ما بقى لا يوصل. بدك تفتح الصندوق؟ هات لك، هات مفتاح. شو بدك بالصندوق بابا؟ والله ما عم افهم عليك. ايوه عم يقلكن لا تدقروا شيء، لا المصاري السوري ولا الدولارات ولا الاسترليني ولا اليورو ولا البن. شو هاد؟ الين. ما فهمت عليك، شو بتريد؟ والله ما فهمت. بده سندات الدين المستحقة على العالم، وين حاطينها؟ سندات؟ ايوه، هلا فهمت. لحظة لحظة، لا افهم منه. ايه عم يقول سكروا الصندوق. وهي السندات. خير، شوفي على مهلك بابا، على مهلك، فهمنا شو بدك. نعم. ايوه فهمت عليه، عم يقول هالسندات استحقت الدفع ولسه اصحابها ما دفعوها، بقى ليش عم تاكلوا هوا وما عم تحصلوها؟ والله معك حق، بس مثل ما لك شايف انشغلنا بمرضك شوي. ايوه قال لازم بكره تحطوهم بالمحكمه وتلعنوا افطاس اللي ما دفع، هيك عم يقول. الو. ايوه قديش دفع؟ طيب لحظه صغيره بس بابا، عم بيقول عماد دفع وبتنكت الزيت الوحده 1900 ورقه، بتبيع ولا ما بتبيع؟ بيع بيع بيع، هيك عم يقول. بيقول لك الحجي بيع ولا توقف ولا لحظه. خير بابا، شو بدك؟ طيب عمي، طيب وين همك عمي؟ فهمت عليك. قال لا تقبلوا من تاجر الزيت لا شيك ولا بالتقسيط، واذا بده تركات الزيت بيجي من عمان لهون بياخذون وبيدفع قيمته النقدي. فهمت، والافضل 500 او ورقه من ام الالف.
خير بابا؟ بشو حاسس؟ لا تخافوا لا تخافوا. العمى هذا سيرو موقف. شو صار؟ بيظهر عروق الوالد نشفانة وما عم تتحمل سرعة السيروم وقلبه عم يشحط. شو هذا العجوز؟ ها؟ هذا فاكس من إيطاليا. شركة. عم يسألكم من أي شركة؟ هذا من شركة بلاستيكو تورونتو فابريكاتو. عم يعرضوا علينا صفقة حبيبات بلاستيك. عم يسألكم بقديش الطن؟ سعر الطن؟ ايوة عم يقولكم لا تشتروا، الأسعار رح تنزل. بس المعامل كل يوم عم تسألنا عن البضاعة وأكيد متعطلين عن المواد الخام. ايوة فهمت عليك. قال انتوا لساتكم حمير وما بتعرفوا بالتجارة، هيك قال هو. انا ما دخلني، مو هيك قلت حجي؟ عم يسأل الحجي منو انت؟ هذا حسان بن عمة بن خالتك. جاي الديان. لا ماله جاي الديان ولا له جاي يدفع، مالك عنده شيء انت؟ جايين نشق عليكم نطمن. وهي الحمد لله اطمنا، الله يخلي لكم هالوالد. زهرة مع السلامة. اخي اكرام شوفي خلصت الزيارة. اني زيارة؟ امشي. اوف لك يا اخي، هلا ليش عم تعذبوا حالكم انتو؟ قلت لكم ما رح روح، يعني ما رح روح خلاص. ما بيصير ما تروح يا حسان، ابو فايق جارنا بالحاره القديمه اللي ساكنت اختك. اي سيدي كان يا مكان في قديم الزمان. كمان ابو فايق كان صاحبه لابوك الروح بالروح، بقى لازم تروح تزوره كرمال ابوك. لا يا ستي هالحكي مو صحيح، ابي من طول عمره متزاعل هو وابو فايق. ولو كان يا حسان، الواجب بضل واجب. ولك يا اكرم، انا ما بتكبس نفسي على شوفت هيك ناس، ما بتكبس يا اخي. يعني ابو فايق سمسار كذاب وبخيل ولا بيحلل ولا بيحرم، بقى ليش زيارته هذا؟ ليش؟ يلا حسان يلا، انا رح طالع لك البنطلون الكحلي والقميص الجديد. وليش ما بتطالع الطقم الاسود والقميص الاسود والجراف السوداء والجرابات السود؟ انسب. عم تمزح حسان؟ يعني محلاك رايح بهدول الاواعي ومفاول على الزلمه؟ انا ما دخلني، انتوا عم تقولوا يا مصبح يا مسي. روح البيت هلا، روح خلصنا. وينك؟ 10 دقايق بس، انا ما بقدر اتحمل شوفت هالزلمه اكثر من هيك. ها ماشي مثل ما بدك. مساء الخير. مساء النور. لا تدفع له اكثر من 200 ليره يا فايق. لك شو 200؟ تسعيره تعليق سيروم واربع ابر وتغيير كيس البول صاروا 400. لا خلص ما سمعت شو قال لك، لا تزعلوا خلص. مريض سيب سيب سيب. ماشي الحال. اخ فايق نقدر نحكي مع الوالد تنتين؟ بخصوص شو؟ بخصوص البيت اللي بايعني اياه، حضرتك طلعت بايعه لاثنين قبلي. مو صح الكلام. لو كيف مو صح؟ الاثنين اللي انت بايعهم البيت ورجوني العقود، هي نسخه عنه شرف. ورجيني يا فايق. لا أبي. الله يصلحك يا أخي، هذا كلام بينحكى بهالوقت؟ لكن أنت بينحكى؟ أخي روح هلأ بعدين متفهم، مو وقتك هلأ. شلون يعني مو وقتي؟ أنتوا أخدين مني 1.5 مليون ولسه بتقلي مو وقت هالكلام؟ يا سيدي اعتبرون دين ونحن منبقى بنعطيك ياهون. المهم هلأ روح تيسر، روح تيسر الله يرضى عليك. دين؟ يا حبيبي على الحكي، لا حصلناهم والله. إذا ما عجبك روح رفع دعوة، وإذا لك حاب تاخده من عيني هي بالهي. لك روح عنا يا الله، لا يسامحك فيهم لا دنيا ولا آخرة. الله غفور الرحيم يا شيخ. يا شيخ اللي ينتعك، إن شاء الله إلهي بتصرف على عفيدك أنت وابنك. بسيطة نتواجه. ايه روح بلت البحر وأحمد ما عندك طبوخ، فظاعة لقلة هالذوق. فعلا لا عندك لا احترام ولا تقدير، إنه هيك الواحد بيحكي قدام زلمة مريض واقف بين إيدين الحق؟ فعلا معك حق، قلة ذوق شو هالحكي؟ ها
هلا انا طلعت قليل ذوق بسيطه نتواجه. قلت لي بين ايدين الحق ما اذا الحق اخذوا انا وين مصفي. الله لا يوفقكم. بعد هيك الله لا يوفقك اخي فايق. فينا نحكي مع الوالد كلمتين؟ شو بدك انت الثاني؟ خايف تزعجه بكلامه؟ لا 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 انا ما راح ازعجه. انا جاي بخصوص الشاليه. شاليه طرطوس ولا لاديه؟ لا شاليه لاديه. اذا دفع سعر منيح انا ببيع. ليش حتى ما ابيع؟ الله من فوق محلل الشراء والربح. والله يا ابو فايق زبون اللي عندي بيدفع 2.5 مليون. اقل من 3 ملايين ما ببيع. انا الصيفيه الماضيه اجاني 3.5 ملايين وما بعت. بس الاسواق دائره بهالايام يا ابو فايق. تتحسن. مسيك يا ابو مسيك. مسيك بدي نشوق. ايوه سلامتك سلامتك. شو اذا بيدفع 2.9 مليون نقدا انا ببيع والا يمحق مثل ما بدك. الو اهلين. ايه طيب والكميه 10,000. شو في على التليفون؟ هذا ابراهيم ابو سنين عم يعرض عليك 10,000 دولار. بديش؟ ب51.10 قروش. ب51 بس اخي. الوالد قال ب51 بس. بقى شو قلت؟ موافق؟ قال موافق. تكلنا على الله. اشترينا اخي. اي نعم. لا والله صحة الوالد عدماني. ماشي مع السلامة. ست فايق ديروا بالكم ها ليكون الدولارات مزيفة. حاكم ولاد الحرام كتار. مين هدول؟ انا حسان ابن ابو حسان يلي كان جاركم وهذا اخي اكرم. شو معرفنا ابو فايق؟ اختنا منيرة كانت ساكنة جنبك. عرفتكم؟ شلون ما عرفتكم؟ ابوكم شلحني نص الحيط اللي بيناتنا قسما عني. ما شلحك يا انت سادي. الحيط قلنا. الحيط لي. بحلف 1,000,000 يمين انه الحيط لي. بس الوالد ثبت الملكية بالطابو. بعدين بيتك قد بيتنا على 10 مرات. شوفوا الحسد وضيقة العين. ولك انا ما راح سامحكم لا بالدنيا ولا بالاخرة. ولك انا راح ارفع عليكم دعوة عند احسن محامي. انا ما فرط بحقي ابدا واللي بفرط بحقه بيكون شيطان رجيم. اخي قلبي. بابا هاي. بابا بابا شو بك؟ بابا بابا بابا. الو شو بدك؟ قديش بدك تبيع الغرام؟ لا اذا قلب 5 قروش بشتري. ايه بس سلمها سيدي. سلمها الله يرحمه. ايه 5 كيلو ذهب. ماشي. لا سلمتها بابا. بابا وين تركتني ورحت يا ابي؟ اوف لك يا جماعة يا جماعة. ان شاء الله فهموني. هاي سمعت كلامكم مرتين وشو يلي نابني غير البهدلة وجع الراس؟ ما اختلفنا بس بيضل الاستاذ فوزي مديرك بالشركة. لك يا اخي كان مديري مرحبا كان وقدمت له طلب نقل وتركت له الشركة وهربت منه. صحيح بس لا تنسى انك ضليت موظف عنده اكثر من 5 سنين. لك يا سيدي لو كانت هال5 سنين مقضية بجهنم كان اهوى. يا حسان يا حسان الزلمة مريض بالسرطان بعيد من هون. يعني بقيان له كم يوم بهالدنيا وبعدين بيقول لك باي باي. يا سيدي كلنا تحت الطاف رب العالمين وما حدا حاطط على راسه خيمة. يا لطيف يا لطيف شو قلبك قاسي. وليش قلبي قاسي بقى؟ نسيت شو سوى فيني لما كنت موظف عنده؟ أول شي حرمني من المكافآت والحوافز. تاني شي منعني من السفر وسعى عند الوزير وشطب اسمي من الترفيع. بقى مين اللي قلبه قاسي؟ ولك يا ليلى يا ليلى انت قلبك طيب وما بتعرفي شي من شي. هذا زلمة بيحب تمسيح الجوخ واللقلقة وما بيهمه غير الكرسي يلي تحته وبس. يعني اذا بده يسافر بياخد الكرسي معه وبيلبك الدنيا وبيشحنه معه بالصناديق. ليش؟ لانه بيخاف يرجع وما يلاقيه. اما بهالصورة الكرسي تحته تحت عينه ملك يمينه مطرح ما اجا ومطرح ما راح. كل اللي عم تحكيه صحيح يا حسان بس الزلمة مستوي على الآخر مخوف.
امبارح نقلوه من المستشفى للبيت لانه قطعوا الامل من شفائه. بقى مو حلو العالم يقولوا عنك انك قليل اصل لا سمح الله. شو انا قليل اصل يا ليلى؟ العالم الى الظاهر، اذا ما رحت رح يقولوا عنك هيك. ليلى عم تحكي مزبوط يا حسان، انا لو كان مديري او كنت بعرفه كنت بروح معك. ماشي الحال، بس منروح سوا ها؟ ما بفوت لعنده لحالي؟ ما بفوت. تكرم عينك، لكان اليوم بعد الظهر منروح سوا ومشق علي. هيك ها؟ شفت ما احسنك. طيب، بس ما منطول ها؟ 10 دقايق بس، حاكم انا لما بشوف هالزلمه بعصب، بتكهرب يا اخي. وين بتشتغلي انت يا عمو؟ بشتغل عندك فوزي بيك، بمستوصف الشركه. اهلا وسهلا فيكي. شلون هالدوام بالشغل؟ في حدا عم يفركها؟ الموظفين ما عم يجوا وعم يهربوا؟ قولي لي. كله تمام، لا تاكل هم. حاكم، اذا غاب القط العاب يا فار. لا تاكل هم فوزي بيك، ولا تحكي كثير، ما بيسوى لك الحكي. ما عم بقدر اقعد بلا مسكن يا بنتي ابدا. الله لا يدور حدا هالوجع، الله يبعده عن كل الناس. بطني مثل النار، تنور تنور وفاير. على مهلك علي يا بنتي، على مهلك. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام عليكم. اهلا وسهلا. وعليكم السلام. في العافيه ان شاء الله. الله يعافيك يا رب يا بنتي. الحمد لله على العافيه استاذ. العافيه يا عزال، العافيه يا حسره. اخ يمكن مياتي رح ينقطعوا من هالدنيا يا حسان. منين اجتني هالمرضى مالي عارفان؟ كله حسد وضيقه عين سيدي. ما في غير هيك. اكيد صابتك عين حسود. يا بنتي لا تنسي تجي المساء، ما بحسن نام بدون ابره المسكين. انا رح ادبر لك مكافاه اخر الشهر ان شاء الله. مري على الديوان وقولي لهم خليهم يفرزوك الى عندي هالاسبوع، بتضلي عندي. قولي له هذا الشوفير ابو فهيم يوصلك على البيت، وخليه يجيبك كمان المساء. روحي، الله معك. معافى استاذ. وين عم تشتغل هالايام يا حسان؟ بشركة الفوانيس واللمبات المتحدة. وان شاء الله مبسوط بهالشركة. كتير مبسوط، خاصة بعد ما اجانا المدير الجديد. تعرف حسان، انا حاولت كتير اني استلم شركة المعادن، لانها هي اكبر واهم شركة بالبلد، وميزاتها ضخمة ضخمة ومرتبة، بس ما طلع بإيدي. هذا الظاهر مديركم واسطته أقوى من جماعتي. لا تتحسر فوزي بيك، كله اسمي ونصيب. قالوا نعم، نعم موجود. من الشركة فوزي بيك ودنياك. هات لشوف، هذا طرد له الأحيني. نمشي مصالح الناس. الو، هذا ما بحسن احضر الاجتماع، اجله ما بعرف، والميزانيه اجلوها كمان. شو الشغله المهمه يعني؟ قلت لك ما بعرف. شو ما بتفهم انت؟ موظفين سيدي لا بدو ولا عمره ان شاء الله ما يقبضوا، وبالتعاون طاجيه كله. يوقف القسم، يحفظ، يوقف. شو يعني؟ بيأثر هذا الشيء على الانتاج؟ بلا انتاج بلا كورتاج. يلي عجبه عجبه، ويلي ما عجبه يرفص ويهز بدلبه. وينك؟ اسمع مني، لا تنسى تخبرني شو عم يصير اول باول. ها خلاص خلاص، بلا لا يروح من وشي، روح من وشي. شو بدنا نسوي؟ ما بيعرفوا يشتغلوا شغله بلاي. نص الموظفين الشركه اغبياء والنص الثاني حمير. سيدي الله يخليكم لهالشركه ويشدكم بتوب العافيه.
حسران من وين؟ السرطان اكل بدني اكل يا حسان، المعده والصدر والكبد والبنكرياس، ما خلى شيء بجسمي صاخ اخو الملعونه. انا ضيف على هالدنيا يا حسان، ضيف ضيف عابر عبور. الدنيا فاضية يا جماعة، فاضية، ما حدش واخد منها حاجة على قولة المصاروي. السلام عليكم. ايه ابو شفيع، معك السلام. كيف صوتك معلم؟ اسكت يا ابو شفيع، والله معلمك مصبي حمسي. شايف شو صاير فيني؟ شايف هيك كنت انا يا ابو شفيع؟ احكي لهم، احكي لهم كيف كنت اصرخ بالموظفين ويبسهم بارضهم قدامي، كيف كانوا يرجفوا مني قصب. هذا بريد اليوم سيدي. تفضلوا سيدي. هذا امين المستودع، بده يضل ياخذ اجازات، الله لا يسبحه اجازات وعدم الموافقه. شو السطر على المدام؟ ست انصاف، يخرب بيته. شو عملوا لي الشركه مفرخه؟ اجازات امومه، يلا يلا باستمرار. شو عم يتسابقوا هن التنتين؟ عدم الموافقه. شو طلب شراء قطعه جديده؟ الميزانيه ما طلعت لسه. ما في ما عدم الموافقة. تصليح؟ ايه بدهم يصلحوا التراكس، جيبوا له قطع معلش. يلا تصليح مع الموافقة. وين سجل الموظفين؟ مو جايبه معك؟ اخذ السيد عوني مدير مكتبكم سيدي. بكره بتجيبه معك؟ ها إذا ضلينا لبكرة. هذا عم يهرب من الباب الوراني من الموظفين؟ ما بعرف يا سيدي. الله لا يعرفك بحكمة أنت التاني، طول عمرك طلطميس. أكرم، شو مشي حاله؟ معافى أستاذ فوزي. نين العافية يا حسان، وإجري صارت بالقبر. أصبح لا تنسى تأخذ معك القلم ودفتر الموظفين حتى توقع على الدوام هنيك. ما تحملته أنا يا جماعة، ما تحملته. تحملتوه أنتوا يا ترى؟ طولت رندا، فنجان قهوة بدك لها بطولة؟ ولا يهمك أمي، رندا بتحب تغلي القهوة على النار وتفورها منيح حتى تطلع طعمتها رادزي. لو كان عم تطبخ خروف محشي كان استوى. فظاع على بنات هالأيام شو تنابل. طولي بالك أنت التانية أمي، ما صار للمخلوقة خمس دقايق فايتة على المطبخ. لا سيدي، صار لنص ساعة وأنت الصادق. قوام الحمق لمرته وصار يدافع عنها. مو قصة دافع عنا، بس المخلوقة حامل بالشهر السابع، بقى شو بدك ياها تعمل يعني؟ تنطنط؟ تأمز أمز؟ الحوامل يا أمي بتصير حركتهم بطيئة، ما بيعودوا نشيطات مثل الأول. ها، يعني بالأول كانت حركة كتير، شفناها فوق وشفناها تحت. أمي الله يخليكي، روقينا عند المساء، حدا زعجك؟ حدا مضايقك؟ بالعكس والله، رندا بتحبك وبتعتبرك مثل أمها فرتشكل. ياك التاني. ليش انا بكرهها؟ يا الله يسلم لك يا هي وامها. هاتي حبيبتي، هاتي عمك، يسلموا الديات. الله يسلمك. تفضلي روحي. يسلموا. هلا هيك بيقول لك زوها؟ ضيف مرتك قبل امك؟ مين الاكبر؟ انا ولا هي؟ لا ولو يا امي، انت الاصل،
بس شفت حالي قدامها ضيفتها استقربت يعني. هات فنجان القهوة لهون هات وبلا صف حكي عند هالمسا. حاضر تفضلي. يسلموا. طيبة قهوتي مرت عمي؟ ما بها شي بس طحلة كتير. مطيع بيعرف أنا بحبها ماصلة وحلوة هيك أنا. الحق بإيدك بس رندا صايرة عم تحب القهوة تقيلة كتير خصوصي بشهور الحمل. إيه الله يقيمها بالهنا. تسلمي مرت عمي الله يخليكي فوق راسنا يا رب. إيه مطيع شو قلت لي؟ بشو حبيبتي؟ ما بدك تاخذني على الدكتور مشان نصور على الإيكو؟ ليش ما صورتي في شهر الرابع وقالوا لك بدك تجيبي توم بنات؟ صح مرت عمي بس حابة اطمن أكتر. ودخليك شو رح يصير بهالشهرين ثلاثة يعني؟ معقولة تنقلب الآية والبنات ببطنك يصيروا صبيان؟ ما حدا بيعلم بالأرحام إلا رب العالمين عز وجل. صح مرت عمي بس حابة اطمن على أوضاع التوم ونموهم. الحق بإيدها أمي الحق بإيدها. ولا تنسي إنه رندا بالشهر السابع ومعلومك الشهر السابع بخوف يعني ياما حوامل ولدوا قبل أوانه ونبعيد الشر. طيب ليش ما بتتصل بالدكتور وبتاخد منه موعد أحسن ما ناخد ونعطي بلا طعمة؟ لك شو أنا عم غني بالطاحون؟ ليش مرت عمي سلامتك؟ إنه ليش أنت بتحبي تدفعي جوزك مصاري على الفاضي ما كنت أفهم؟ يعني إذا رشحتي بدك تصوير طبقي محوري وإذا سهلتي بدك رنين مغناطيسي وإذا وجعك راسك لازم تعملي تخطيط دماغ وإذا دوحست إصبعتك بدك تفوتي على العناية المشددة. شو هاد يا والله عزماننا ما كان كل العلب. أنا فايت نام تصطفلوا من كل بعضكم. شبهها مطيع والله ما أذنبت معها ليش هيك صايرة مرت عمي؟ معلش تسلميلي أمي مخلوقة كبيرة وصايرة خلاقة ضيقة شوي بقى بترجاكي يا رندا انك تسمعي وتسطحي. ما اختلفنا بس ما بدي اعرف ليش حاطه نقره من نقري ونازله فيني كسح. ليكون في شيء مخبي عني. اللي مطيع اللي حتى اعرف اتصرف ولا تخليني مثل اطرش بالزفه. شو بدي اقول لك يعني والله ما في شيء والله. وبصراحه انا مستغرب كمان ليشك صارت طباعه متغيره. انا بقول لك ليش هيك عم تتصرف وان كنك شاطر حزير. ليش بقى هذا يا سيدي من وقت ما صورت بالإيكو المرة الماضية وعرفت إني رح أجيب توم بنات انقهرت ونهزت وصارت العقدة بوشها شبرين وما عادت تتحاكى. إيه والله لو شعلت لها أصابعي العشرة شمع ما رح ترضى. شو عم تحكي أنت التانية؟ معقول هالحكي؟ إيه شو شغلة بإيدنا يعني؟ هيك الله بده؟ مثل ما عم قلك مرت عمي وبعرفها بتحب الصبيان كتير. لا وخاصة إنها مجوزتك على كبر ومطلقتك من مرتك الأولانية لأنها ما بتجيب أولاد. إيه إذا كان مثل ما عم تقولي لازم تفرح لأنك أنتي ما شاء الله كان عليكي من أول سنة حبلتي وما قصرتي. بس هي ما بدها ياني أحبل وبس بدها صبي فما بالك بتوم بنات. على كلين ماشي الحال معها معها بترضى وبتتعود على الواقع بس أنتي الله يرضى عليكي طولي بارك عليها شوي واستوعبيها. لك أنا كرمال جوزي وعيون جوزي بتحمل العفاريت ولا يهمك. أنا بدي نام أنت سهران ولا شو؟ لا سهران شوي سبقيني أنت. تصبح على خير. وأنت من أهله مطيع؟ عيون مطيع. لا يكون أنت زعلان كمان لأني بدي جيب لك توم بنات. أنت بالذات إن شاء الله تجيبي لي خمس بنات دفعة واحدة أحب على قلبي. ليش بقى؟ هيك لأنهن منك. الله يخلي لي إياك. تصبح على خير. وانت من اهله. يا حيف عليك يا مطيع يا حيف عليك انت ومرتك يا حيف. ليش يا امي شو عملنا عاطل لا سمح الله؟ يعني كانه امهاتكم قدامكم دبان او خرفانات او ما لهم جنس القيمه. محشومات يا امي محشومات. ليش هيك عم تحكي؟ شلون ليش هيك عم تحكي؟ يعني نحن التنتين بجلاله قدرنا مو عجبتكم اسماءنا؟ نعم يعني بدكم يانا نسمي بناتنا بأسمائكم؟ يا ليش هيك رفعت لي حواجبك؟ وكش بدنك شو أسمائنا أنا هالمخلوقة كخة يعني؟ عن جد عم تحكي مرت عمي ولا عم تمزحي؟ ليكو التانية ليكو تسألني وكأني حكيت نكتة الموسم. ايه ستي عن جد وستميت عن جد كمان ولا شلون أختي أمرندا؟
والله يا حبيبتي شايفت لك هن بدهم يفصلوا وهن بدهم يقيسوا وارائنا عندهم بايخه وفايته مثل الكشك البيتي. يا امي يا مرت عمي فهمونا مشان الرسول، نحن ما قصدنا الاهانه ولا الحط من شانكم ولا حتى الاهمال ولا الاغفال، بس انتم بتشوفوها معقوله نسمي البنات هاجر وزليخه؟ وشو المانع يعني؟ بتضل هالاسماء مقدره والها رنه بالاذن وهيبه باللفظ. بكفي اسماءنا من التاريخ والتراث. يعني بدكم ايانا نسميهم هاجر وزليخه؟ ليش ما هون هاجر وزليخه؟ عازك وعوازك والف رقعه بنبازك. يا مرت عمي سلامت عرفك، يعني ما جرت العاده انه الاب يسمي على اسم امه او الام تسمي على اسم امها. العاده جرت انه الاب يسمي على اسم ابوه. انا بدي تسموها زليخه وخلص. اختي مرندا ليش قاعده لحالك؟ تعي تقبريني، تعي جنبي، تعي. شو بعرفني؟ قال ما بيحن على العود الا اشرب. قال لك انت تقبريني ان شاء الله. ليش انا ابي على اسم مين سماني؟ على اسم مين؟ على اسم امه الله يرحمك يا ابي. شو انك كنت ناس ملاح وبتفدي امك بروحك؟ اصلا شرف واكبر شرف انه تتسمى هالمفعوصه يلي جاي على الطريق باسمي. لا انت قولي اذا كانت اسماءنا غريبه شوي، فالبنات رح يتميزوا بين الكل، يعني اذا نادتها معلمتها بالمدرسه يا زليخه بترد لحالها، مو مثل اذا نادت المعلمه يا ريم بيقوموا عشره بيوقفوا بيقولوا لها نعم يا انسه. شايفه لك اختي، بس بدك مين يقدر؟ لا حول ولا قوه الا بالله على القصه. يعني انتم مصرين ماما ولا عم تمزحوا مشان تشوفوا اذا كنا منحبكم ولا لا؟ اذا كان مشان تشوفوا محبتنا. شو محبتنا بطيخ مبسمير؟ قسما بالله يا رندا اذا ما بتسمي البنت باسمي لحتى ازعل منك سنين بطولها ولا تضل حرقه بقلبي طول العمر. وانا الثانيه قسما بالله يا بطيع اذا ما بتسمي البنت على اسمي لحتى ازعل منك الدهر بطوله. ومين بيعرف يمكن ياثر هالشي على البنت وما عاد احملها بين ايدي. لك اذا بسها رح ابوسها خطف. واذا كانوا لسبد رح احملها بين ايدي وانا كرهاني بس مشان الواجب. امنت بالله على هالنار العربي انه ليشك عقدتوا المساله؟ ما بعرف احكي لك شي كلمه رندا. شو بدي احكي؟ البنات بناتك والراي والشور الك. طيب ماشي الحال، خلوني افكر بالموضوع كم يوم. مطيع لحظه شوي. خير امري. انا خايفه يزعلوا منا لانه مبين عم يحبوا جد، مو هيك ملاحظ؟ بلا، وهالشغلة ما كانت لا على البال ولا على الخاطر، منين طلعوا لي فيها ما بعرف. شو رأيك انتي؟ انا رأيي انه بدنا نسايرهم شئنا ام ابينا. هيك فكرك؟ ما في غير هيك. ماشي الحال. شو بك حطيت تمك بإذنه ونزلتي قر؟ سلامتك مرت عمي ما في شي. الحقيقة كانت عم تقلي انه الحق معكم ولازم نحن نسمي البنات بأسمائكم حتى نكسب الرضا اولا والشرف ثانيا. هيك ها؟ هيك الناس بيحكوا مو هيك اختي مرندا؟ تمام ما في حكي منوب. روح الهي يا مطيع بحسنة رضانا عليك وبحسنة ايام مرتك بالسلامة، يرزقك رزق تلحق تلمه ورزق ما تلحق تلمه الهي. روحي يا رندا الهي وانت جاهي ومولاي يفتح بوشك دروب السعادة والهنا يا حق وتقومي بالسلامة يا ام زليقة وهاجر. يلا رح اقوم اعملكم شراب التوت. تقبريني. بين معك شيء؟ طبعا بين. مبروك بنتين الله يسلم لك ياهم. حلو كثير. الحقيقه يا سيدي نحن صورنا عند غيرك واخذنا نفس النتيجه. يا سيدي هذا علم واللي حضرتك حطيته بالطنجره رح تشيله بالمغرفه، يعني انت حطيت بنتين وهي رح يجيك بنتين. هو نحن ما بيهمنا الا الخلاص والخلقه التامه بين الناس، ويلي بيبعث لنا يا رب العالمين نحن رضيانين فيه. شلون نمو الاجنه دكتور؟ كثير عظيم وبالحقيقة مثالي. طمنتني دكتور الله يطمنك. تقبريني رندا منين كاسة عصير من تحت ايديك الحلوين؟ من عيوني مرت عمي. ها يمكن اجت مرت عمي. مرحبا امي. اهلين ماما. اهلين. كيفك حبيبتي؟ مشتقت لك. هاتي هاتي. تسلم ايديك يا ماما. مرحبا صهري. اهلا وسهلا مرت عمي. اهلين اهلين وسهلين ومرحبتين اهلين. تفضلي
تفضلي ونسيني، تفضلي عادي جنبي اشتقت لك. اي والله فيكي الخير والبركه يا اختي. اي ام هاجر شو نويتي تضيفينا؟ لحظه من فضلك شو قلتي؟ خير في شيء شبك؟ منين جايبتي هاي ام هاجر؟ لكن شو بدي اقول؟ تقلي لام زليخه وانت عم تضحكي وتلعبي. ام زليخه انت الثانيه، والله ثقيله على الاذن. لكن ام هاجر مو ثقيله على الاذن. اسمع مطيع، شرط بالحاله ولا خناقه على البيدره. امري امي. البنت يلي بتولد بالاول بتسموها زليخه يعني البكر، والثانيه بتسموها هاجر، وان شاء الله تنزل بعد زليخه بثانيه وحده. مفهوم؟ مفهوم شو عمل لك ولا عيد افتي؟ لا حول ولا قوه الا بالله. لك هلا بدكم تجننوني بهالقصه؟ اسماءكم وتبنيناها، اما شغله مين بينزل بالاول والله القصه ما خطرت لي منوب. معلش خليها تخطر لك. بس يا مرت عمي اسم ام زليخه بكبرني كثير. يعني انت صغيره يلي بتجيب توم صغيره؟ شو دخل امي؟ يعني بس الكبيره بتجيب توم؟ شوفوا انا لحد هلا ساكته وقاعده مثل الاوادم، ها بس بلا سمي فور هلا. يا خوفتيني انت وسمك تقبريني. قومي قومي عدينك لسه لزقاني فيني. على حساب تعي ونسيني تقبريني. قومي قومي مالي طايع حالي لحتى طيب. قومي الدنيا شاب، قومي عدينك. شو رأيك مطيع؟ رأيي إنه اسم أمي حلو وواجبي كأبن بار بأمه إني امتثل لأمرها. إيه لا سيدي ما حذرت، البنت الأولانية بتتسمى على اسم أمي. ولك يا رندا هي أمي، يعني بتأمرني أمر، بتدعس على رقبتي، ما بحسن أرفض لها طلب، بيعاقبني ربي بعدين. بالله لكن يعاقبني إلي ما؟ شوف مطيع صلي من أنت وأنا عم ساير الكبير والصغير والمقمط بالسرير، بس بعد هاللحظة ما رح ساير حدا. ولك يا روحي يا عمري شو هالقصة المهمة؟ شو هالقضية المعقدة؟ خلاص أمي هيك رغبتها، فلازم نمتثل لرغبتها نحنا. بلا شو؟ وحماتك شو بتعمل فيها؟ بتنمي رغبتها؟ ولك هلأ شو هالحكي اللي بيهز البدن يا مرت عمي؟ هلأ قبل ما تفور وتغلي وتطول وتقصر بدي أسألك سؤال. اتفضلي. أنا بعمري طلبت منك شي طلب؟ المهم هلأ لوين بدك توصلي أنتي؟ هاها انا ما الي غير هالطلب، يا بتنفذه يا اما ذنبك على جنبك. حلو والله وصلت المساله للتهديد. طيب وانا كمان ما راح اسكت وراح افتح حلقي على العريض، وتحملوا اذا فيكم تتحملوا. والله يا مرت عمي انت على العين والراس، بس طلبك يعني لا تاخذيني يا من فوق الاساطيح. هلا هذا اللي طلع معك ست الحسين ايش عليه؟ عملي وكتري. ما بصير تحكي معها هيك يا امي، الله يخليكي، المخلوقة حامل ما بيناسبها هز البدن. لكن انا الست الكبيرة اللي بيناسبني. يا والله حاسة شراييني راح تتقطع، ما عاد فيني اتحمل اللي على قامتي. يا رب وتعبوا قلبي على ولدي وقلب ولدي على الحجر. يا امي يا امي دخين كون. روحي رندا روحي جيبي لك كاسة مي. اوام الله يخليكي. حاضر تأمر امر، بس تعال شوي عاوزتك. خير. يا لحظة شو بدك شو بدك؟ يعني هاي الحركات تبع امك انا حافظتها عن ظهر قلب، لسه بتقلي ضغط وشرايين وضراب السخن. شو الحكي؟ يعني امي عم تمثل؟ والله انت ادرى. لعمة علقوا مع بعضهم، انه شلون تركناهم لحالهم ما بعرف. حاجتك تمثيل بقى، حاجة تمثيل، هاي الاساليب انا استعملتها من زمان ونسيتها. لك حلي عني عم اقول لك العريضة تقرضك. لك شو بكي انت وياها؟ شو بكون؟ حاجة بقى عيب على حس الجيران عيب. رح حل عنك، بس قبل ما حل عنك بدي فهمك انه انت اسمك مشع. فهمتي اسمك مشع؟ لك ما حدا اسمه مشع غيرك، انت ما حدا اسمه مشع غيرك. ايه روحي بلا علاقة فاضي بلا طعمة يلا. لك روحي عني لك وحدة شرشوحة انت. انا شرشوحة؟ ايه انا شرشوحة؟ ايه. اخ اخ قلبي قلبي ما عاد اقدر اخذ نفس قلبي استغفر الله العظيم كل ذنب عظيم. ولك تحرك خلصني. على عيني وراسي. وين حاطه ابريق الليمون؟ شبك حايس لايس مثل الخنفسة بالطاسة.
وكل الله وتعود جنبي. الحق بايده انت الثانيه، يعني مرته وعم تولد اكيد بده يكون قلقان عليها وما رح يجي يعود، بده يشوف ضنات زلمه، بده يتطمن على خلاص مرته بالسلامه. قبل على ايامنا ما كان في هيك شيء، كان تجي تدايق على البيت برمشه عينه خفه ايد، تمد ايده وتملص الولد ملص وتطرقوا على دنبه طرقتين ومبروك ما اجاكم. اما هلا كل شوي والثانيه الممرضه بتنبز راسها بتقول بقي لها ساعتين، بقي لها ساعه، بقي لها 10 دقائق، قدوا للعشره، لك كانه صاروخ بده يطلع على القمر. يو طمنيني شو صار؟ بقي لها دقيقتين. الله يقومك بالسلامه يا رندا. لك انا بعمري ما شفت ابني قلقان مثل ما اللي شايفته هلا. لك انا لما عملت عمليه الزايده قولي بعيد الشهر. بعيد الشهر ما شفته الان كل الان، لانه انت كنتي تحت البنج، شلون بدك تشوفيه؟ يعني الا ما تعارضيني ما في خواص. طمنيني انسه شو الاخبار؟ مبروك ولدت المدام. الف الحمد لله على السلامه. على السلامه. طمنينا كيف البنات؟ انو بنات؟ يو شو انو بنات؟ زليخه وهاجر. المدام ولدت بنت وصبي. شو الحكي؟ بنت وصبي؟ خبرك يا استاذ ممنوع. شلون بنت وصبي بقى؟ شلون؟ شو شلون؟ ما فهمت عليك، يعني شو متوقع يجيك؟ عصفور وقطة؟ على كل يطلعوا هلا للغرفة وهلا بيجيب المدام مع الأولاد، مبارك ما أجاكم. بسم الله عليك. بسم الله. تعبت شوي. الحمد لله على السلامة. توريني. الحمد لله على السلامة يا رندا. توريني يا رندا. الحمد لله. الحمد لله على أيامك والهنا. حبيباتي اللهم صل على النبي. بارك ما إجاكم يا رب. الله يبارك فيك. شكرا كثير. بارك ما إجاكم. شكرا مدام الله يخليك يا رب. الله معك مع السلامة. عرفتي شو جبتي؟ قالوا لي بنت وصبي. الحمد لله الحمد لله، كل شيء من رب العالمين مقبول، اهم شيء انك انت بالسلامه. الله يسلمك. يا قبرني يا قبرني. شايف يا مطيع ما احنا الخالق الناطق جده. مطيع شو رح تسميه؟ محسومه المساله مرت عمي، رح سميه راغب على اسم ابي الله يرحمه. عاشت الاسامي. وانا كمان بالنسبه لي المساله محسومه. شلون يعني؟ يعني انا سميت البنت هاجر وانتهت القصه. ومين قال هالكلام؟ هي اسمها زليخة وما في مجال الأخذ وعطى. بنوب بنوب. إيه ما حذرتي بنوب، هي اسمها هاجر. إيه روحي العبي بعيد. أنا أمه لبطيع والأولى تكون باسمي. لا تكتاكلي هم قلبي شو ذكية. إن شاء الله حولك وحولك. دخيلك هي اسمها هاجر. لا زليخة. لا هاجر. لك عم بقلك زليخة. لك خلاص يا جماعة خلاص، نحن قاعدين بمستشفى مو ببيتنا، استرونا مشان الله لا تعملوا لنا فضايح. مالك شايف أمك؟ يعني معقولة تحطها واطي لحماتك؟ مشان الله اعطوني الاولاد شوفهم قبل ما تتخانقوا. استاذ جهزتوا الاسامي مشان سجلهم بالبطاقه ولا بعد بكير؟ بالنسبه للصبي سميناه راغب. والبنت؟ البنت ما اعتمدنا لسه، بعدين بعدين. طيب على راحتك استاذ، بارك ما اجاك. الله يبارك فيكي. شو طمنيني نام راغب؟ ايه الحمد لله نام. وزليخة؟ سمي لي زليخة مشان الله صهري لا تمزح، بعدين بياخذ الاسم على لسانه. يعني وزع اخذ على لسانه وبعديه؟ قصدي يعني لسه ما اعتمدنا. لك يا جماعة صار عمر البنت 22 يوم ولسه ما سميناها، ايه ما بجوز هيك واخرتها معكم؟ ايه والله مطيع معه حق، يعني اذا كان قلبه طيب ومساير مو ضروري نستوطي حيطه. مو مسألتي استوطوا حيطي يا رندا، بس الولد سجلته بالنفوس ومشي الحال، والبنت لساتها بلا اسم، خلصوني بقى، والله لو كانت أزمة الشرق الأوساط كانت انحليت. اتصرف أنت الثاني، شو بك تشتوش؟ قول أنا هيك بدي وخلاص، شو ناطر؟ يا سيدي مو مشكلة، جيب الأولاد معك. بجيبهم بس بصراحة خايف يكون شوب عليهم. يا سيدي لا شوب ولا شيء. بعدين أنت سيارتك مكيفة مو هيك؟ ايه صحيح. اصبح لازم تجي ما في كلام. تعال انت والمدام، مرتي بتفرح فيكم. هو الاحب على قلبي، وانا صار لي زمان ما تغديت في سحلي،
بس بيني وبينك بخاف الاولاد ينزعجوا على الطريق. اخي اولادك صغار رح يقضوا الطريق بالنوم. طيب نهار الجمعة بنكون عندكم؟ اذا اتفقنا. اتفقنا حبيبي. ايه سيدي. اهلين حميد. رح احضر لك الكب النية والمشاوي. لا تتأخروا ها. لا لا ما رح نتأخر. يلا السلام. الله معك عيني. مع السلامة. مرحبا استاذ. اهلا وسهلا. ما كنت صريح؟ ايه معنا ولو. ممكن نشوفهم؟ ايه تكرم عيونك. وين التصاريح؟ والله بتذكر انه كانوا بجيبتي. دور منيح. عم دور ما عم لاقيهم. بالظاهر نسيتهم فوق ظهر التلفزيون بالبيت. شو صار معك استاذ؟ لا تاخذني يا اخ. نسيان التصاريح بالبيت. طيب ماشي الحال. معك دفتر عائلة؟ ايه معي، تفضل. الست مدامتك مو هيك؟ ايه مدامتي رندا. بس انا شايف معك طفلين صغار بالإنداقة. ايه هدول ولادي. بس مكتوب دفتر العائلة ولد واحد بس، راغب الشامي. ايه صحيح، وهي اخته. بس مو مسجل بدفتر العائلة. يا سيدي قصتنا قصة، صار عمرها شهر ولسه ما سجلناها. ما بيصير يا حبيبي، أنا ما بقدر أسمح لكم بالمرور. ليش بقى؟ لا تأخذني يا أخ، بلكي هالطفلة مخطوفة أو مهربة أو إلها أهل. طبعاً إلها أهل، نحن أهلها. أخي الله يخليك، أنا ما بحسن أخذ هالشيء على مسؤوليتي بنوب. وبصراحة إذا كنت عم تدعي إنه بنتك وبلك مسجلها، المسألة فيها سجنها. شو الحكي؟ مثل ما عم اقول لك يا حبيبي. ايه وشو المعنى هلا؟ المعنى انه ما في مرور الا لك وللمدام ولراغب الشامي فقط. امنتوا بالله على هالنهار ومن هون لهون؟ لا في من هون ولا في من هنيك. رجع ظبط وضعك وبعدين بحطك فوق راسي. تفضل يلا. شبك واقف؟ خلاص امرنا لله، خلينا نرجع الشام. اقسم بالله العظيم يا رندا، والله على ما اقول شهيد، اني بكره على بكره راح اسمي هالبنت باسم ام او مرت اول انسان بصادفه، ومهما كان اسم امه او مرته، وبكره على بكره بتشوفي. معقوله تساوي هيك؟ مثل ما عم اقول لك، العمى على الحاله، بالقرعه ما قبلوا، بالسحب ما قبلوا، بالرضا ما مشي الحال، بالغضب تعقدت الامور، ايش بدي اساوي لكان؟ يعني معقولة تسمي بنتك بحي الله اسم؟ خلاص رندا ولا حرف، مشان الله لا تحاكيني. فهمتي ولا ما فهمتي؟ خلاص بقى روق روق. شبنا يا مختار. اهلين وسهلين. صباح الخيرات. تفضل مرتاح. الله يزيد فضلك. شكرا. يا اهلين وسهلين. مرني اخي، انا بدي اسالك سؤال صغير. تفضل ولو. انا اجتني بنت ومحتار شو بدي اسميها. بقى شو اسم الوالده الكريمه؟ زليخه. ومرتك؟ هاجر. ولك يا عالم يا ناس يا خلق يا هو، شو بدي اسمي هالبنت؟ والله احترت. قلولي خلصولي.